وللتعليق على الوضع في الشمال السوري انضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. سيد باسل، مرحبا بكم. يعني في ظل حالة الشد والجذب التي قد تودي باتفاق إدلب، لكن إلى أي مدى يمكن أن تدشن عملية مشتركة تجمع تركيا وروسيا ضد هيئة تحرير الشام؟ أهلا ومرحبا بكم. الحقيقة سيدي، لا يبدو أنه يعني برغم من التصريحات والمتضارب بهذا الشأن، لكن لا يبدو أن هناك فعلا فرصة للقيام بعملية مشتركة عسكرية روسية وتركية في نفس الوقت. رغم كل المسار يعني أو التوافق الذي حصل خلال الفترة الماضية على عدة قضايا أو في عدة محطات بين الأتراك والروس، لكن لا يبدو أن حجم التنسيق بين هذان الطرفان يرقى لمرحلة أو لمستوى أن يقوموا بعملية عسكرية مشتركة. لا يزال هناك الكثير من التجاذبات بين الأطراف، ولا تزال هناك الكثير من الملفات العالقة، وأهم هذه الملفات مسألة التصنيفات. يعني بينما يصنف الروس عدد كبير جدا من الفصائل والمجموعات المقاتلة والكتائب ضمن قوائم الإرهاب أو ضمن قوائم المتمردين ضد النظام السوري، لا زالت تركيا تختلف مع الروس في العديد من عدة تفاصيل بخصوص هذه المجموعات وهذه الكتائب، إضافة إلى أنها تختلف معهم في طريقة التعامل مع هذه الكتائب. ويبدأ الأمور تميل أكثر نحو طرح مبادرات تسوية من نوع معين مع هذه الفصائل، خصوصا هيئة تحرير الشام، في سبيل تجاوز مسألة اللجوء إلى عمل عسكري، سواء كان عملا عسكريا مشتركا أو عملا عسكريا تركيا خالصا. طيب سيد باسل، لو أخذنا جانب من التصريحات، تصريح لوزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو يقول إن بعض دول التحالف تدعم تحرير الشام وذلك من أجل تعطيل اتفاق سوتشي، ما دقة هذا التصريح؟ يعني هو هذا التصريح يحمل في طياته الكثير من الغموض. كيف تدعم دول التحالف هيئة تحرير الشام؟ ما الطريقة التي تدعم فيها تحرير الشام؟ هو إلى من يشير بالضبط؟ لا يبدو الأمر يعني لا يبدو التصريح واضحا، ويبدو أنه حالة من التجاذب السياسي أكثر منها حالة تفصيلية أو ميدانية يمكن الاستناد إليها فعلا أو البحث عن وقائعها. نعم. هيئة تحرير الشام خلال الفترة الماضية اعتمد بشكل كبير على ما غنمته من ذخائر وأسلحة وغيرها من مناطق النظام نفسها ومعسكرات النظام بشكل أساسي أو من الفصائل الأخرى. ومن ناحية أخرى، الجهود السياسية التي حاولت هيئة تحرير الشام أن تشارك فيها أو أن تتصل من خلالها بالعالم الخارجي تمت بترتيبات دولية تشمل تركيا وغير تركيا. بالتالي لا لم نفهم فعليا ماذا يقصد شوشغل بمثال هذا التصريح. طيب. يعني بالنسبة إلى الولايات المتحدة، طالبت بإنشاء منطقة عازلة في الشمال السوري، تعتقد أن هذا الأمر ربما يحل جزء من أزمة الانفلات الأمني في إدلب؟ هل هو كفيل بحل هذه الأزمة، أزمة الانفلات الأمني؟ هو مع وجود مناطق عازلة أو منطقة عازلة؟ نعم، هو مسألة بناء منطقة عازلة أو منطقة آمنة أو منطقة محرمة أو غيرها من الأسماء التي تطلق على هذه المناطق في الشمال السوري أو في غيرها، ليست مطلبا أمريكيا بقدر ما هي أساسا مشروع تركي سابق، يعني وطرح عدة مرات في فترات ماضية، وأيضا الروس طرحوا شيء من هذا القبيل. هناك أكثر من مشكلة تتعلق بهذه الطروحات. المشكلة الأولى هو التفسير لهذه المصطلحات أو لهذه المناطق. يعني الأمريكان لديهم تفسيرهم الخاص، الأتراك لديهم تفسيراتهم أو تفسيرهم لهذه المناطق الخاص، الروس لديهم تفسيرهم الخاص، وهنا تحدث اصطدام، يعني يحدث اصطدام في التفصيلات. الأمر الآخر أن المسألة الآمنة هي آمنة من من؟ آمنة من النظام، آمنة من داعش، آمنة من الميليشيات الكردية، آمنة من فصائل مصنفة في على الإرهاب، آمنة أيضا. هذا هنا خلاف كبير عليه. مثلا الولايات المتحدة عندما تتحدث عن مناطق آمنة هي لا تتحدث عن الخطر الميليشيات الكردية، لأنها لا تعتبرها خطر أساسا، بينما الأتراك يعتبرون الخطر الأهم والأكثر، وهكذا. طيب سيد باسل، سيد باسل اسف المقاطعه، ولكن في حال وجود منطقه امنه، تعتقد ان الولايات المتحده ستتخلى عن حليفها الاكراد؟ هو من الاساس الاتفاق الكردي او مع الولايات المتحده لا يشمل تحقيق مكاسب سياسيه، يعني طيب. الاتفاق الكردي مع الولايات المتحده هو يشمل مساعده الاكراد او القيام الاكراد بمحاربه داعش وتحرير مناطقه، ولا يشمل ما هو أبعد من ذلك. ربما هناك أطراف داخل الولايات المتحدة تحاول الآن أن تذهب بهذا الاتفاق وبهذا الدعم وبهذا التحالف إلى منحى آخر، اللي هو منحى أن يتم تقديم مكاسب أو دعم سياسي للمشاريع الكردية أو للأكراد أو للميليشيات الكردية في الشمال السوري، لكن
من الواضح ان هناك رغبه تركيه، هناك معارضه تركيه شديده واطراف اخرى ايضا معارضه لهذا الامر في المنطقه. من اسطنبول لرئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار، شكرا جزيلا لكم.